المنقوشة. مقاهي سوريا كانت وما زالت بيت القصص والحكايات، وكل ما صارت لنا فرصة عم نحكي لكم عن مقهى سوري قديم ومعروف، ومن كتر ما حفظ حكايات صار هو بنفسه حكاية. بس اليوم رح نحكي لكم عن شارع بحلب معروف بكتر المقاهي والحكايات، وهو شارع بارون. تأسس شارع بارون أيام الاحتلال العثماني، وازدهر أيام الانتداب الفرنسي لدرجة كان يتفوق فيها على الشانزليزيه بفرنسا، وكان معروف على مستوى العالم بأناقته ونظافته وأناقة حتى الناس يلي بمروا فيه، واللي كانوا يلبسوا أرقى الملابس وأفخمة نظراً لأنه أغلب رواده كانوا من الزعماء والأدباء والفنانين والدبلوماسيين. كان الشارع بيحمل اسم شارع جورو، بس بعد الاستقلال صار اسمه شارع بارون نظراً للدور الوطني اللي لعبه فندق بارون بهداك الوقت. والفندق أسسه الأرمني أرمين مظلوميان سنة 1911، وبارون باللغة الأرمنية معناها السيد. واستضاف هذا الفندق أهم مشاهير العالم مثل لورانس العرب والكاتبة البوليسية الشهيرة أغاثا كريستي مع زوجة عالم ومنقب الآثار المستشرق سير ماكس إدغار لوسيان مالوان. وأنجزت أثناء إقامتها بالفندق فصول من روايتها الشهيرة جريمة في قطار الشرق السريع، وكمان من نزلاء الفندق كان أول رائد فضاء بالعالم يوري جاجارين ومصطفى كمال أتاتورك، ومن مشاهير العرب مريم فخر الدين والملك فيصل، جمال عبد الناصر، فريد الأطرش وغيرهم كتير. ومثل ما قلت لكم بالأول، هالشارع مخبي كتير قصص وحكاية نظراً لكتر المقاهي والملاهي والمتاجر اللي فيه. ومن المقاهي مقهى بالانجيان، وكان من أرقى المقاهي الحديثة على الطراز الأوروبي، ومثل ما قلت لكم كان شارع بارون من أنظف شوارع العالم وأرقاها، ومو مقبول إنه يمر فيه شخص بمظهر مرتب. وبيوم من الأيام كانوا قاعدين بالمقهى رجال وست على طاولة. الست كانت مبينة لطيفة، أمر من قدامها رجال حلبي لابس شروال أسود ولبسه ما كان مرتب أبداً، وقف برا المقهى وصار يتطلع على الست ويبتسم لها من الشباك. فانتبه الجرسون وطلع ليشوف شو قصته. قامت قالت له الست تركه يملي عينه. هون فتح الرجال الحلبي الباب وقال للست ولك شلونك يا ألكساندرا؟ والله اشتقنا لك كتير، بس آه ما معي مصاري للشهبندر، يا حيف على هديك الأيام. طلعت الست هي ألكساندرا بدران، المغنية اللبنانية المعروفة بنور الهدى، بس هو بيعرفها من زمان مشان هيك بيعرفها باسم القديم. قامت الست بعد ما عرفته عزمته على السهرة بهداك اليوم على حسابها، وكتبت له ورقة يفوت فيها، وطبعا الجرسون ما نسي وصيه يلبس لبس مرتب. أما علي المجنون كان ملقب بفرنانديل حلب بسبب البراءة ولطف الموجودين بوشه، وكان مختص بمرافقة أرتستات ومغنيات مرقص الديسكي المجاور لفندق بارون، بيوصلهم على شغلهم وبيرجعهم بدون أي مقابل. وكان يلبس ثياب نظيفة ويعلق على صدره أوسمة، وكانوا المصورين بحلب يتباروا بتصوير وجه علي الفوتوجونيك على قولهم. أما عزة الطوبجي فكان يقضي النهار رايح جاي بالشارع بتسريحاته الغريبة، وما كان يتحرش بحدا بس مجرد أنه يحيي النساء بغمزة من عيونه، وإذا وحدة فرنسية حكته بينطلق بلغته الفرنسية الأنيقة. هاي كانت بعض القصص اللطيفة عن أشخاص حفظ شارع البارون أسماءهم، ووثق الكاتب واللي كان شاهد على المرحلة سعد زغلول الكواكبي بكتابه ذكريات من ماضي حلب. إذا بتعرفوا كمان قصص عن شارع بارون حكولنا ياها وشاركونا ياها. سلام.